الأكياس البلاستيكية أو الميكا تمنعت من الإنتاج البيع الاستيراد والاستعمال في شهر يوليوز 2016 واللي كنشوفو أنها مازال متواجدة وكتستعمل خاصة في الأسواق الأسبوعية والقروية والباعة المتجولين. السؤال اللي كيطرح نفسه، واش الناس عارفين من كتجي هاد الميكا؟ ببساطة من النفايات، وهذا عن طريق إعادة صنع الخناشي ديال الميكا اللي كترميو في المزبالة، وأي حاجة فيها البلاستيك كتلاح في المزبالة بحال بيدويات ديال زيت الموتور والقراعي. وهكذا الميكا كتوصل لأسواقنا وبالتالي كتهدد صحتنا وصحة وليداتنا. ما خصناش نخليو هاد الناس يلعبوا بصحتنا، ما خصناش نخليهم يوصلوا لنا هاد المنتوج السام لأسواقنا. سؤال، واش كاين بديل للميكا؟ البديل كاين ورخيص وكاينات بالاستعمالات ديالنا بحال الأكياس الورقية، أكياس التوب والقفيفة. التغيير كيبدا مني ومنك.